مشاركات واسعة ومميزة تأتي ضمن النسخة 16 لأيام الشارقة التراثية، والتي تحمل في ثناياها عبق التاريخ وأصالة الماضي. وفي ضوء ترسيخ التراث الإماراتي تأتي مشاركة دائرة شؤون الضواحي والقرى المتمثلة في ركن متحف بصابر. طبعا هنا في مقتطفات من المتحف الشخصي الموجود في البيت. طبعا هنا الطواش أنا جايب ومعداته وألعاب زمان ونوادر التحف والدختور قديما. عند الدخول إلى متحف بصابر يعود بنا الزمن إلى أجمل الأيام وأغلى الذكريات التي عشناها في طفولتنا، حيث جمع بصابر المقتنيات والقطع النادرة منذ أن كان صغيرا، مثل الطواش وأدواته وركن ألعاب زمان وغيرها الكثير من المقتنيات التراثية. هذا على أساس نوصل فكرة لإخواننا وعيالنا بالتمسك بالتراث. التراث هو الأصالة، وخاصة مقولة أبونا الشيخ الله يرحمه الشيخ زايد، يعني حثنا على التمسك فيه. وإحنا انطلقنا من هاي الناحية وحاولنا يعني قد ما نقدر نوفر الأشياء اللي ما موجودة أو اللي بدت يعني تنتهي من الوجود، مثل الطواش ومعداته وأساميهم، يوميا حد الزائر أو حد خاصة الطلاب أو هذا يعرب المواد اللي كانت مستخدمة في هذاك الوقت. ركن متحف بصابر مشاركة مميزة في أيام الشارقة التراثية 16 تسترجع لنا الذكريات والأوقات الممتعة التي عشناها وتعيدنا إلى أيام الطيبين.